مفيش حاجه يا جماعه نقولها. احنا كنا النهارده كانت اول جلسه والهيئه الدفاع طلبت اجل للاطلاع واحنا لسه في بدايه المشوار، واحنا النهارده حرصنا ان احنا نحضر زي ما اعلنا يوم الخميس، لان احنا من اول يوم حتى في مشكلتنا الخاصه باقتحام النقابه احنا اكدنا على ان احنا بنحترم القانون وبنطالب بقوه القانون في مواجهه قانون القوه. وجودنا النهارده بياكد رغم احساسنا بان الاتهامات مش مظبوطه، في تهمه الايواء اللي هي بخصوص القضيه، لكن في نفس الوقت احنا مثلنا قدام القضاء وهنبدا ان شاء الله مشوار. احنا من اول ما قلنا احنا في معركه نفسها طويل، النهارده دي قضيه، احنا عندنا 3 بلاغات نتمنى ان يتم التحقيق فيهم، وان شاء الله احنا على ثقه ان احنا بندافع عن كيان النقابي وبندافع عن كرامه الصحفيين، واذا كان في ثمن هندفعه فاحنا مقابل دفاعنا عن هذا الكيان وعن كرامة أعضائنا إحنا مستعدين ندفعه. شكرا.